معنا مدرب عصبة بني ملال خنيفرة، تقدر تعرفنا؟ في البداية مرحبا، السلام عليكم. اسم نظيف نور الدين، رئيس أمل أبي الجعد لكرة السلة، كيلعب القسم الوطني الثالث، وفي نفس الوقت أشغل منصب كاتب العام لعصبة بني ملال خنيفرة لكرة السلة، ورئيس لجنة الحكام بنفس العصبة. من التعريف ديالك كيبان لي المناصب إدارية كتسنى معاش كمدرب ديال الفريق اليوم هاد يومين، ولكن دابا ملي عطيتيني الصفة عطيتيني صفة إدارية. كما كتعرف الفرق ديال القسم الوطني الثالث راه الرئيس كيكون مدرب كيكون كاتب عام كيكون نظرا للظروف اللي كتعرفوها في القسم الوطني الثالث. أنا بحكم تجربتي عندي ديبلوم ديال التكوين في مجال ديال التدريب اليوم كوتش، وكنشغل منصب ديال اونترينور ادجوان في أمل أبي الجعد لكرة السلة. المسؤولية ما قدر حتى واحد يتحملها بالنسبة لعصبة أم الربيع، كاينين عندنا مدربين أكفاء، ولكن نظرا لضيق الوقت وعدم زعما بأنهم ما بغاوش يتحملوا هذه المسؤولية وظروفهم الشخصية كل واحد هذا، ارتأيت انني نتحمل هذه المسؤوليه وانني نجي مع الفرقه ديال سميتو عليه ديال بني ملال الخنيفره بمساعده السيد رئيس العصبه سي احمد جراف. تبارك الله عليكم. بعدا بغينا نشوفوا حصيله ديالكم في دوري الشاكرين اللي انتهى الدور الاول ديالو اليوم، حصيله ديال عصبه ام ربيع بني ملال الخنيفرة. أولا بالنسبة للحصيلة التقنية، أن حصيلة هزيلة بالنسبة لنا، حيث خسرنا ثلاثة ديال المقابلات وبحصص كبيرة. خسرنا مع الشاوية في المقابلة الأولى، وخسرنا مع عصبة مراكش الأسفي، وخسرنا مع فريق ديال الجيش، ولكن هذا راجع لعدة أسباب. أنا ما كنبررش الفشل ديالنا وما كنبررش الهزائم، لأننا حنا نستحقوا نهزموا، لأن ما عندناش فريق منسجم، دراري باقين صغير صغار، المستوى ديال العمر المعدل ديال العمر ما كيتعداش 17 سنة، كاينين مواليد 2000 مواليد 99، وأنا جد فخور إلا قلت لك بأن النتائج هزلية تقنيا دو بوان دو في. الاستفادة والاستثمار اللي خدينا من هذه التجربة، أنا جد فخور بزاف بهاد الدراري. أولا أن قلت لهم يلاه كلشي مشى تجند، هذه ما كتناقش. المستوى كيبان ليا هو لو مونك دو كومبيتيسيون بالنسبة لينا حنايا. بديتو أنت بديتو؟ يعني كيفي أنايا قال لك إلا درنا جوج الحصص ديال التدريب، وحدة الخميس في الصباح وحدة الخميس في العشية، وجينا نهار الجمعة. وكيعيطوا الدراري كتعرفهم؟ عندنا الدراري قراب بحكم ان العلاقه ديال بني ملال خنيفره بالجعد وتزم، يعني ما كاملاش 25 كيلومتر ما بين سميتو عليه، جمعناهم في ظرف تقريبا 24 ساعه جمعوا. وتا كما قلت لك حتى مدرب ما يقبل يتحمل المسؤوليه ديال الفشل، انا كنتحملها. علاش؟ في سبيل هذوك الدراري وفي سبيل العصبه. هذا الفريق اللي جيتي به اليوم اللي جيتي به للدوري، نقدروا نعرفوا الفرق اللي كيتكون منها؟ عندي أربعة ديال العناصر من أمل أبي الجعد ديال كرة السلة، وعندي خمسة ديال العناصر من فريق سريع واتزم اللي غيلعب الموسم المقبل في كأس الوطني الأول، وعندي ثلاثة ديال العناصر من رجاء بني ملال اللي كيلعب في كأس الوطني الثاني. هما أما الفرق الأخرى فاش ما عندهاش لعابة اللي يسيروا هذا. سي نظيف، من خلال المعاينة ديالي بزاف العصبة الشاوية هذه السنة، خرجت منها أولمبيك خريبكة وانضمت لكم، وفاش كنسمع دابا اللائحة ديال اللاعبين، وكانت عندنا حنا أولمبيك خريبكة من بين أحسن الفرق في عصبة الشاوية، فاش سمعت دابا اللائحة ديال اللاعبين عندكم ما بانتش ليا السمية ديال أولمبيك خريبكة. بحكم التقسيم الجديد الإداري توصلنا بدورية كتقول بأن يجب عقد الجمعة العام، قصد
ضم جميع الفرق اللي كتنتمي للفئه الترابيه او الجهه الترابيه ديال الجهه ديالنا ديال انا شخصيا بحكم علاقتي مع بعض المسؤولين ديال خريقه اتصلت بهم شخصيا. كنت في مقابله ديال اولمبيك خريقه انني انا ومن اعين حكام الطاوله لان بصفه رسميه جاتنا مراسله من الجامعه كتقولنا بان جميع المقابلات اللي كتجرى في اقليم خريقه خاصكم انتم اللي تشرفوا على التعيين ديال الحكام ديال هذه الطاوله. وانا اتصلت شخصيا واحد مسؤول لا داعي لذكر اسمي قلت له اخ واش ممكن تعطينا اللائحه ديال الحكام اللي كينتمي لا 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 سي نظيف عفاك ما عطيك بهذا اسلوب لا لا سي نظيف عفاك حنا راه عندنا واحد الموقف عفاك من بعد غادي نعيط لك وغادي نتفقوا على هذا. قلت له انا عا بحكم علاقتي معك رانا قلتها لك باش زعما تاخذ موقف وهذا قال لي لا لا عفاك لحد الان مازال الناس ديال الخريقه ما اتصلوش بينا حنا ما رئيس العصبه كيتحمل المسؤوليه في 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 هذا الشيء كامل لانه خاصو يمشي لعندهم ويجلس معاهم انا كنقولها بدون يمشي عندهم ويجلس معاهم واشنو علاش ما بغاوش يجيو واش هذوك الناس اقل منهم مستوى ما يمكنش وحنايا يزيدنا فخرا ان ننتمي لنا اولمبيك خريبكه تكون معنا ولكن انا اللي على ما كنعرف قبل ما نلعب انا الباسكيت اولمبيك خريبكه كانت ترفض الانضمام لعصبه ام ربيع من غابر الزمان عندهم هما عندهم تبريرات ديالهم تيقول لك حنا في عصبه الشاويه كنلعبوا 40 ماتش غير لي كاتيجوري صغار في عصبه ام ربيع الناس ما كيلعبوش بزاف هذا من حقهم ولكن هذا التقسيم الجديد اش بغينا حنا نديروا ليهم لهذا اولمبيك خريبكه شنو غنديروا ليها؟ واش نكتبوا بيان نقولوا باننا حنا نرفض اولمبيك خريبكه؟ لا بالعكس حنا نرحب باولمبيك خريبكه ونرحب برئيسها وبمدربها وبجميع الاخوان ديال اولمبيك خريبكه راه حنا خوت انا عندي علاقه معهم شخصيا من هذا المنبر ممكن نشكر السي مصطفى موافيد بزاف ونشكر السي زنيدي علي راه ما كنزائر الخير ديالهم راه ما كيتنساش دائما دائما السي مصطفى كيعيط ليا وكيدير لي كاتيجوري صغار وكنلعبوا عندهم في لاصال وكيجيو عندنا بالجعد وهذا راه ما كاينش راه ما عندناش شي علاقه ديال حقد ولا حسد ولا ضغينه ولكن غير القانون خاصو يمشي في المسلك ديالو ما يمكنش نحرفوه ونبقاو نقولوا جاء مقرر تيقول بان اولمبيك خريقه خاصها تدخل لا سمو هاد الحوايج راه الجامعه هي اللي كتحمل مسؤوليتها. السي نظيف نرجعوا للبرنامج ديال الدوري القادري شفنا غير بالعين المجرده كيبانوا ان باستثناء الفريق ديالكم وكيتبعوا فريق ديال اللي كيقولوا هذا تنسيفت هو مراكش اسفي مراكش اسفي من العين المجرده كيبانوا ان الفئه العمريه كبار وحنا فاش توصلنا بالمراسله بالنسبه لانتوما كيبان انه الدراري باقي صغار حنا فاش توصلنا بالمراسله من عند السيد الرئيس ديال العصبه علمني قال لي السي نظيف راه عندنا واحد الدوري في مدينه الجديده ديال منظمه النادي ديال الجديده وان كيطلبوا لي جون ستادير لي جونيور يعني معدل السن قل من 18 سنه يعني 16 17 سنه. انا فاش بديت كنكون في الفريق فاش عيطت على الدراري بديت بالاتصالات اللي هضر معايا كنقول له شوف ما تناقش معايا 96 95 97 ناقش معايا 98 99 2000 عندك جيب لي ليسونس وجيب لي الدري ما عندكش الله يعاونك هذا هو الاسم. ولكن في الجين تفاجئت انا كنتفاجئ لان تبارك الله الناس ديال الشاويه راه خدمه بانت خدمه زعما راه ما ماشي حنا راه نعترف بالسي نشيط راه داير واحد الخدمه زعما مزيانه ولكن يا ريت ان كنت تعلمنا حتى حنا قال لك ودي جيبوا لي زيسبوار مثلا ديال 19 سنه الا في حاله وحده الا كان الرئيس فراسو ما قال ليش ديال العصبه ديالنا هذه ما كنتحمل المسؤوليه انا حتى الواحد ما كنقولش انا راه كنحمل المسؤوليه علاش داروا لا بالعكس انا كما قلت لك حنايا ناس مسالمين بغينا نلعبوا الباسكيت وخا نلعبوه الدري ديال 15 سنه غير ملي كيكون العمر شويه مقاد كيكون داكشي ديال كيكون شويه غيبان الباسكيت ماشي بحال دابا دابا شنو بان بان عصبة بني ملا الخنيفرة هي دون المستوى علاش أنا خسرت ولكن راه كاينه شي حقائق كاينه شي حوايج خارجية شي مؤثرات خارجية منها السن مليون في المية منها السن
لان مره اخرى فاش غيقولوا لي راه لاعبين كذا 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 وخاصني لاج، غادي ندير حتى انا حسابي فاش نجيب 12 غنجيب 18 ونجيب 6 زايدين في لاج عامين 3 سنين، باش حتى الا جيت وتفاجات بالناس ندخلهم، ما ندخلش الدراري لي كاتي لي جونيور يلعبوا مع لي زيسبوار. وبوتيتر يليون دي سينيور، كاينين، انا كنقول بان كاينين، لا كاينين دي سينيور كاينين، انا مأكد لانني شفت شي دراري. واللي بقى فيه اللي حز في نفسي هو إيزون دي زيكيب ديليت بحال الوداد. واش الوداد غتقارن مع أمل أبي نجاح بكرة السلة؟ على وجه المقارنة، واش غادي نقارن مثلا لي كلوب الكبار ديال الدار البيضاء مع واتزام مع بجعد مع خنيفرة مع لا لا وجه المقارنة بتاتا. ولكن على ما بان ليا وهذا وعد من هنا واحد العامين ولا ثلاث سنين إلا عدنا رجعنا لهذا التورنوا راه غنفوزوا به صح. عامين ولا ثلاث سنين ان شاء الله، انا كان هذا التحدي كنوضعه مع نفسي ان شاء الله. الا بقات العصبه غاديه كما تخططنا ليها الان كما حنا غاديين في الاتجاه، ربما حنا وضعنا القطار على السكه الصحيحه وراه بدات الحوايج كتبان راه بدات شويه غاديه، ولكن راه ان شاء الله غيكون خير، حنا متفائلين. كنشوفوا لا ديسيبلين قبيله هضرتي معاهم وكان واحد الانضباط ومن التوصيات اللي عطيتهم انهم يكونوا فاش بغاو يخرجوا دابا عطيتهم شي وصايا، كنفضل تقدر تعطينا شي حاجه منها. انا من طبيعه الحال نور الدين ديال العلاقات ماشي هو نور الدين ديال التيران، ناضيف نور الدين اللي كيعرفوا في التيران ما يهضرش معاه، لان كيكون نيرفو كيكون يسب كيكون هذا، لان كنبغي جميع اللعابه اللي عندي يكونوا في المستوى واكثر من المستوى. الحمد لله الدراري راه داروا المجهودات ديالهم، لان المستوى راه كبير عليهم ما ماشي ما ماشي انه لعبوا ثلاثه اللقاءات في يومين. لا 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 ما اثرش ما اثرش، والدليل على ذلك انا عندي ثلاثه العناصر لعبت بهم لا فينال ديال لي جو سكولير في ثلاثه الايام، لعبت ضد الصويره، لعبت ضد مراكش، ولعبت ضد الرشيديه، ولعبت لا فينال كونتر سلا في ظرف ثلاثه ايام. يعني هذا راه ما تيعنيش ان الدراري راهم ناقصين في هذا، سي ان مونك دو كومبيتيسيون مليون في المية مليون في المية. لا ما واحد ما كتدوز دو مو ولا تروا ما لعبش ويجي يلعب ثلاثه الماتشات متابعين. لا عندي انا الدراري واحد خمسه ولا سته كيلعبوا لعبوا في هذا العمر لعبوا، انا بحكم اقامتي في بجاد وكنخيم في قنيطره مدينه قنيطره يوميا كيلعبوا، غير ان ماشي ذاك التدريب لكن غير دي ماتش بان باش يبقى الباسكيت في اليد. باش نتفكر السؤال اللي سولتيني بغيت نجاوبك عليه ما عقلتش عليه بالضبط. لا عقلت عليه ما عقلتش عليه. انا بجعد تقدر تهضر لنا على بجعد وتفكر بجعد القريه اللي بدا فيها الباسكيت منذ سنين. انا عندي لا ليسونس ديال 82، يعني كاينين لي كاتيجوري كنا كنلعبوا في دوزيام ديفيزيون، كانت سميتها لو باك بوجعد اتليتيك كلوب، لعبنا مع فريق سنة قلتي لي السنة ما عقلتش 82 82 والناس اللي لعبوا قبلنا لعبوا في 75، لعبنا مع لا سامير وما ادراك ما لا سامير ديك الساعة، لعبنا مع السي ام سي وما ادراك ما السي ام سي، لعبنا مع لا اس جي ام بي اللي كيعرفها ديك الساعة لا اس جي ام بي ما عرفت شكون هي، ولعبنا مع لا رات سي طوبيسات ديال الدار البيضاء عاد الرشيدية وعاد هذا. يعني الباسكيت راه بجعد متجدر إلا أن واحد السنوات تقبر ولادو كاع خرجوا كاع نزلوا باسكيت. منذ مجيئي أنا 1995 بحكم عمل إلى مدينة بجعد قربت، قلت علاش ما نحييش هذا الباسكيت، فعلا حيناه واستطعنا أن منذ 1999 باش نبقاو مسايرين هذا المواكبة ديال الكرة السلة في مدينة أبي جعد بوحدك. طبعا بدات البداية، البداية الأولى بدات كتلة ديال الأصدقاء، كمجموعة ديال الأصدقاء اللي بداو كيبغيو يمشيو يلعبوا في شي بلاصة كيكوتيزيو مع بعضياتهم كيجمعوا فلوس وكيمشيو كيلعبوا ماتشات وكيجيو. من بعد
شويه ولا كبر الطموح ديالنا كنا المجلس البلدي ولا كيعطينا واحد المنحه ديال 3000 درهم. من بعد زاد شويه واحد السنين اخرى المجلس البلدي جاد ولا كيعطينا 25000 درهم. ولكن كنتم كتعرفوا شنو كيطلبوا المصاريف ديال باش كتعرفوا. كاين اكراهات اخرى ديال البنيات التحتيه. هاد البنيات التحتيه عمر اهضر معاك. هاد البنيات التحتيه لان حنا كنلعبوا في الهواء الطلق وعندنا ملعب شنو لك في وسط الحي في وسط حي عندنا معلمه تاريخيه واحد راسان ولكن دوماج ما كملاتش باقا ما كملاتش. عندنا ان سي اس بي ولكن راه ما كاملش في التراساج ناقص. والفئات الفئات جميع الفئات العمريه كتساوي عليهم مكمل امن الجعد. عندكم ليكول كاين ليكول كاينه ايكول ديال الباسكت ميني باسكت بالمجان. ها بالمجان اقسم لك بالله بالمجان. سميتو الماتيريال من كوشي ميكال بالونات مثلا. لا ما يفوتنيش ما يفوتنيش نشكر واحد السيد السي جليدي السي محمد اللي كينتمي لشباب مدينه خنيفره وبالضبط شباب اطلس خنيفره. لا هو لا السي محمد والقايد ديال شباب اطلس خنيفره لكره السله اللي ما تيبخلوش علينا بجميع الماتيريال وطبعا من الديار الفرنسيه. نهار كيجي هذا السيد كيجيب لنا الماتيريال هو باش خدامين دابا. راه الا قد كيجيب اكثر من 50 كره اكثر من الجيليات لي توني فاش كنلعبوا كل شيء جميع الحوايج وكيعطي حتى العصبه اما نكروش الخير. قبل اللي جبدنا هاد الهضره تفكرت واحد الحاجه يمكن انتم الوحيدين في هاد الدوري من غير الجيش الملكي لان فريق اللي كنتو ليكيبمون ديالكم باين من القميص ومن البولو اللي لابسين فيهم اسم ديال العصبه وداك الشيء تبارك الله عليكم. وحنا قبل من عصبه ام ربيع في الكلوب ديال انا الصوره ديالكم بانت هاد يومين. كيهمني بزاف جوج الحوايج باش نرجع للسؤال اللي سولتيني الاخلاق والانضباط. الاخلاق والانضباط ان جوار تال كيف سوا كيف ما كان نوعه واخا يكون غير ربحني سبعه د الماتشات متابعين الا ما كانش منضبط اخلاقيا اخويا راه ما كندخلوش. راه يكفي لان لو سول ماتر راه هو لونترينور متابعينو الناس مسيرين عاد كيجيو اللعابه حقا ما كنظلمو حتى لعاب ولكن كنشترطو عليه في الاول ان قبل ما تدخل معانا راه كاينين حوايج اللي قبل من الباسكيت اللي هما الاخلاق والتربيه الحميده. حنا علاش دايرين الباسكيت؟ اولا راه ماشي بور بيرفيكسيونمون ولا ليليت ولا نو حنا اوني دي كلوب دو تخوازيام ديفيزيون دو دوزيام ديفيزيون مختصرين الباسكيت ديالنا غير في التربيه باش ابعاد اللاعبين والدراري الصغار على البؤر ديال الانحراف بشتى الانواع اللي كثرت دابا من الانترنيت وجبد اللي اسمو لي دروغ بزاف ديال الحوايج الاخرين لا داعيه للبراتين ديال الانحراف واضحه وباينه. حنا كنأسسوا التربيه والاخلاق عاد كيجي لو روندومون ديال الباسكيت لو بروبرو موند. راه كيما شتي قبيله رانا عيطت عليهم على اساس انهم ما يتعداوش ساعه ونص في الخروج باش يتساراو ولكن وعدتهم باش يخرجوا وكيما شتي راه عطينهم واحد المساعده نقديه بسيطه لان العاب جي معاك سامح في دارهم سامح في قريته سامح في دار سي لا غونتخي ويجي يجلس معاك ثلاثه ايام يجي يجلس معاك ثلاثه ايام وما تعطيش حتى واحد المصروف بسيط ديال واحد 150 درهم باش يخرج يشري شي حويجات بسيطه. حنا راه اون دون با دي بريم انا عندي بعدا حتى في الكلوب ديالي جو دون با دي بريم ولكن جو دون دي كوتيزاسيون مساعده اجتماعيه لي ترونسبور جو دون ولكن باش تلعب ليا ماتش نعطيك 500 درهم ولا 400 درهم ابدا لانني ماشي كلوب كبير كيستثمر. ملي كنبدا نستثمر اكيد غنبدا نعطي لي بريم. شكرا كانت الجلسه معك. ما يفوتنيش واحد كلمه شكر عفاك الناس ديال الجامعه باش من دير كيلسو ما غاديش نذكر الاسماء لا الجامعات القدام ولا الجامعات الجداد راه كاع دايرين فينا الخير كاملين من الناس ديال المعارضه كما تيقولوا من الناس ديال المكتب الحالي رئيس ديال العصبه والناس المشرفين على هاد الدوله وكنشكرهم جزيل الشكر اللي فكروا في العصبه ديال بني ملال الخنيفره لان ما كيف